مع اقتراب شهر رمضان الأبرك تبدأ الأسر بالتحضير بعناية فائقة لهذا الشهر الفضيل عبر التزود بالمواد الغذائية وشراء العديد من الحاجيات الأخرى تحفزاً منها لارتفاع الأسعار لاحقاً. لكن البعض يبالغ في التحضير لشهر رمضان بشكل مفرط. وهنا نتحدث عن التحضير في شقه المادي، حيث تقوم بعض الأسر بشراء مواد غذائية تفيض عن الحاجة وتحضر كمية ضخمة من الطعام على موائد الإفطار والتي يضيع الكثير منها هباء منثورا، فضلا عن تزيين المنازل بشكل مبالغ فيه. وهذه الدوافع مردها النظرة المادية تجاه رمضان من طرف العديد من شرائح المجتمع كموسم تطغى عليه طقوس تستوجب كثرة الشراء والتوضيب بدلا عن نظرتهم لرمضان كشهر للعبادة والزهد والتزود بالتقوى. وبين الضرورات والكماليات يكمن الإقلاع عن التبذير في حسن التدبير، وذلك من خلال اتباع القواعد التالية: التخطيط السليم، وذلك من خلال إعداد جدول زمني يروم ترشيد النفقات بشكل صارم. التسوق الصحيح، ويتم ذلك من خلال تحضير قائمة المواد الغذائية المنتقاة بعناية فائقة وألا يتم شراء إلا كل ما يحتاجه المرء خلال الشهر الفضيل. صنع كمية معقولة من الطعام والابتعاد عن مظاهر البذخ والتبذير في ظل تقلبات الأسعار. الابتعاد عن المبالغة في التحضير للعزائم الرمضانية بحجة إكرام الضيف، لأن ذلك من مظاهر التبذير.